وننتقل إلى وسط بلدة القعرة بالأحساء اللي يقع في قلبها جبل مشقر الذي يحاكي حكاية تاريخية ويعتبر أحد أفضل الوجهات السياحية في المنطقة حيث يضم العديد من المسطحات الخضراء والكثير أيضا. زميلنا حسين الحميدان أخذنا في جولة نتابع التقرير التالي. جبل المشقر طبعا له العمر التاريخي، يعني بامكاننا نرجع له الى كتب التاريخ، يعتبر من يعني من يرجع تاريخيا الى مثل حقب كثير من الحقب التاريخيه ومرت على كثير من الحضارات مثل ملوك كندا يقال انه سكنت في هذا الجبل وغيره، بالاضافه الى بني عبد القيس وهالمجرة. ولذلك من اهميه هذا الجبل ذكره الشعراء مثل طرفة ابن العبد، الأمرؤ القيس وغيره، والأخطر والأصمعي وغيره من الأدباء وغيره، بالإضافة إلى المؤرخين مثل الشيخ حمد الجاسر ذكره كذلك في مسند الإمام أحمد، ذكر هذا الموقع، بالإضافة ابن الفقيه وابن العربي وغيره من المهتمين بالتاريخ. يذكرون ايضا المؤرخين ان كانت هناك قلعه باعلى الجبل موجوده، ويوجد بئر ماء بجواره كان يستقون من عنده ويستخدمونه للسقاي وشرب الماء. حقيقه العجب يعني كيف هؤلاء الاقوام والشعوب حفرت هذا الجبل، لذلك الجبل له اهميه تاريخيه. بالاضافه الاحداث التاريخيه اللي مرت هذا الجبل، يذكرون في التاريخ انه يوم المشقر او يوم الصفقه يعتبر من ايام العرب، يعني في كتاب ايام العرب لو فتحنا الكتاب حصل على يوم الصفقه، يوم الصفقه يذكرون حصلت في هذا المكان. نتمنى من هيئه السياحه والامانه المزيد من الاهتمام للموقع، سواء مثلا زراعة الموقع. حقيقة الله يجزيهم خير، الأمانة لما زار الأمين شاف جمال الموقع اللي هذه التصنيفات الموجودة والألعاب اللي حطوها، لكن كذلك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والاستثمار سياحيا. شكرا لزميلنا حسين الحميدان على هذا التقرير. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.